التفاصيل الكاملة عن خلاف حلا مع تامر حسني في رسالة على الانستجرام بعد صلاة الفجر اليوم. حلا الشيحة لتامر حسني: ازاي تنزل كليب في مشاهد بتحضني فيها في ايام مباركة زي دي من شهر ذي الحجة؟ ازاي تخلف وعدك ليا بعدم عرض واذاعة مثل هذه المشاهد؟ والفيلم عمل ايرادات ونجح بمقاييس الدنيا بس لم ينجح بمقاييس الاخرة. الكليب ما يرضيش ربنا وانا عيطت وانا بتفرج عليه. والمشاهد الرومانسية في الفيلم كانت زلة وصورتها تحت تأثير ظروف معينة كنت بعاني منها وقتها. أنا تبت من المشاهد دي واستغفرت ربنا واتمنى يكون راضي عني. استغفر كمان يا تامر وتوب عن اللي انت فيه، وافتكر لما قلت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب. انت جواك صراع بين الاستمرار والاعتزال، المهم تصلح غلطتك وما تستمرش فيها. وحلا الشيحة قالت لزمايلها في الوسط الفني: انتوا جواكم خير بس فتنة الشهرة عم يعنيكم، والفن اللي يخلينا نبعد عن منهج ربنا ونبقاش قدوة لأولادنا باطل. ورد تامر حسني على حلا شيحة وقال: نهاركم جميل يا أغلى الناس. الحقيقة عمري ما بتخيل أني أتدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان في بيننا كل خير. للتوضيح، بما انك يا حلا كتبتي بوست واشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصيا وتتناقش بيني وبينك، فانا مضطر ارد هنا برضو. اولا انا عمري ما وعدتك ان الكليب مش هينزل، ده ما حصلش اصلا يا حلا، مش انا خالص اللي وعد واخلف. الحقيقه اني احترمت كلامك معايا، وعدتك اشيل مشاهد تانية طلبتيها وشلتها بالفعل وشكرتيني عليها. ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشاهلت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاج عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتها لك، كلها موجودة. وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم. هو بالنسبة لك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب بيتشاف جوه السينما عادي؟ منطق غريب فعلا يا حلا. وبعدين هو مش أنت اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور ده بعينه؟ هو مش انتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد اكبرك؟ وللتوضيح للجمهور الكريم، انا والمخرجه الاستاذه ساره وفيق بعتنا لك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل اصدار الفيلم عشان لو عندك اي ملحوظه تقوليها. ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها مقفوله في وشنا. انتي للاسف يا حلا ما تعملتيش صح مع الموقف، كان لازم تهتمي بامرك اكتر من كده. ولو كان ليكي اي طلب تاني كنت هعمله بكل حب، انما انتي فجأة اختفيتي وما كملتيش حتى تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تصوري عشان افيش الفيلم، وما خلتناش نعرف نعمل افيش مجمع، وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا. وبعدين اي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وانتي عارفاها ووافقتي عليها، وده كليب رومانسي، يعني معقول كنت عايزة المونتاج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول كلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد القدواني مثلا؟ هو ده يعقل؟ أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقة، ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراما لحاجات كتير يمكن فاتاكي بس مش هتفوتني. وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستهلش منك كده، وهكتفي بالتوضيح ده وربنا يهدي الجميع ويكتب لك كل الخير. ووالد حلا الشيحة عن أزمتها الأخيرة قال: الفن ملوش دخل بأي حاجة أو مواقف، ليه تدخل الدين في الموضوع كده بالطريقة دي؟ ولو المشاهد بتغضب ربنا زي ما قالت، لماذا لم تعترض قبل التصوير وترفض لكن تعترض دلوقتي والفيلم في السينما وبيحقق أعلى إيرادات؟ ووالد حلا شيحة قال: دي مش حلا اللي أنا أعرفها وكلامها ما يصحش. وسلوى محمد علي وجهت رسالة لحلا شيحة قالت: يا بنت يا خايبة، الرجال ملهمش أمان خصوصا زوجك العزيز، ده راجل عنده تارجت في الستات عايز يحققه، يفضل لك ايه بقى؟ الكارير والزملاء؟ انتي راهنتي غلط يا حبيبتي، ده ما يترهنش عليه اصلا. ومحمد العدل قال لها: يا ريت بس لما تتطلقي ما ترجعيش تقولي عايزه امثل تاني يا استاذه حلا،